ده ايه بقى في اللي هي رزي هيمثل لا هنا رزي رزي هيمثل دوره في جار العزيز وانت هتمثل الاستاذ حازم ابو الحزم في احوال بنفس ادائك بنفس الشخصيه من خلال مشهد ارتجالي ما بينكم تمام. كان اسمك ايه؟ كان اسمك ايه؟ استاذ فهمي. لا هو كده بس فهمي. هو كده بس انت شخصيتك قدام شخصيته في مشهد ارتجالي. 4 3 2 1 جو. السلام عليكم يا استاذ حازم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخوي. كيف حالك؟ الحمد لله. اريد ان اطمئن على اولادي منك، هل هم مجتهدون في دراستهم؟ اولادك بخير يا اخوي، بس في حاجه بقى، الولد ابنك الصغير ماذا به؟ امبارح نعم دخلت عليه الفصل. حسنا. لقيته مش متزن كده ومش مظبوط ومش منضبط. بقول له هلا، هو اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ نعم. الولد الصغير عماد. اسمه ايه؟ عماد. الولد عماد. بيروح البوفيه. نعم. كل شويه الاقيه قاعد في البوفيه والاقيه بيعمل بقلاوه. نعم. طب وانا جاي المدرسه عشان اعمل بقلاوه؟ استاذ حازم، لا يخفى عليك اننا في ضائقه ماليه ولكنها كبيره بعض الشيء. يعني هو جاي يعمل مشروع عندي انا في المدرسه هنا ليه يعني؟ لكي يساعد اباه. يساعد اباه؟ نعم. في البيت هناك مش في مدرسه حزم ابو الحزم. مدرسه حزم الحزم الابتدائيه الانضباط والالتزام. مع احترامي لسيادتكم ولكننا لابد ان نشجع الاولاد. ان نشجع الاولاد. ايوه تفضل. تفضل يا استاذ. نشجع الاولاد ان يقوموا بدراستهم وبجانب الدراسه يقوموا ببعض الاشغال البسيطه. الكلام ده يحصل في البيت. في البيت مش في المدرسه. عندي يا اخويا. وفي اي مكان. قول للولع ما كده. المدرسه مكان لبناء الشخصيه. الله لبناء الشخصيه. الله ولعوها ولعوها شعلوها. لا المدرسه لا بس لا لبناء الشخصيه. لبناء الفتره دي هنا واخد وقته. احسنتوا احسنتوا احسنتوا.